امرأة لها بنت صغيرة، وعندما اقترب شهر رمضان أرادت أن تصطمها عن الرضاعة، فأخذت البنت تصيح عدة ليال ثم ماتت. وكان في ذلك الزمان لم تعرف الرضاعات الأطفال المعروفة الآن بالحليب المصنوع، فماذا على هذه الأم؟ هل عليها صيام أم ماذا ترون عليها وفقكم الله؟ واجب على الأم أن ترجع ولدها طفلها حادثة، سواء كان ذكر أو أنثى، في رمضان وفي غيره، هذا الواجب عليها. وإذا كان الصوم يشق عليها أفطرت من أجل الطفل، إذا الصوم يشق عليها وجب عليها الإفطار حتى ترجع الطفل. فإذا فطمت الطفل أو استنى الطفل بالرضاع الآخر بالحليب الآخر صامت بعد ذلك. أما هذه المرأة التي مات طفلها، هذا إن كان الوتر بأسبابها جمعتهم حتى ما تشرب من الجوع فعليها ضمانه بالدية والكفارة. أما لما إن كان مات بأسباب أخرى لا بأسباب تحصيل الرضاع فليس عليها شيء، ينظر في أمرها. إذا تعلم أن الطفل مات بأسبابها وأنها جمعته جوعا شديدا حتى ما تشرب من الجوع أو بأسباب الظما لما ما أرضعته حتى مات، فهذه عليها الدية إلا يسمع عن الرافع، وعليها كفارة عتق عبد ولا حول عبدا. فإذا تستطع صار شهرين متتابعين. أما إن كان لا تدري ترضع، ولكن مهم نشيطة في الرضاعة لا ترضع ولا تدري ماذا أسباب ما هي أسباب موت الطفل، ليس عليها شيء.